يجمع بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبالتيمم لكل فرض على حدة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أما قضية التيمم فنعم يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، إذا كان لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمم لكل صلاة، لكل صلاة، أو إذا تيمم ولم ينتقض وضوءه فإنه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات، لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء. نعم. ما دام أنه لم يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء فإن تيممه يكون باقيا يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو على تيممه. نعم. أما إذا كان يستطيع الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولو كان مريضا، وحتى ولو كان بواسطة من يعينه على ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا كان يستطيع، ولو بالإعانة بأن يعينه أحد على الوضوء فإنه يجب عليه الوضوء. نعم. بالنسبة للجمع، أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. السؤال الثالث يقول: أحيانا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء، فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟ لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة. فالمريض الذي على الوصف الذي ذكره لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يتوضأ هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، ولا يقول أنتظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة أو من يهيئ لي الوضوء بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، بل يصلي إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء، إذا كان يستطيع يتيمم يتيمم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، وإن استطاع يستقبل القبلة استقبلها وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحاصل أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها حسب الإمكان والمقدرة.